بطل بس خلاص اعتزلنا المهنة في الدهن. يا عم طالما مش عايز يجي براحتك. براحتك يا خير. براحتك يا ابو. براحتك يا ابو. ده ملح. ده ملح. ده ملح. لا مش هقعد انا كده كده مش أي. انا كده كده هو رغفين وخلاص رغفين مش همسك الشيء. صلى على النبي عم احمد عشان بس يبقى كلام واحد الاول شرط اخر نور ماشي ولا حاجه ولا حاجه وضيع عشان ايه عشان شويه سلطه جديدة. طيب. عندنا جاب الشرطة ده. بارد بارد. والله بس. بارك الله فيك أحمد وفي الأفراح كده إن شاء الله. صحيح. بس ما توكلناش في الفرح تعملش زي محمد عزازي أصل عامل الفرح فجأة. مين عزازي ده؟ النصة. لا يا عم أنا أكون في أجازة إن شاء الله. أكون في أجازة عيد. جديدة أبو يخرب الخياري مرة طلع على أرض المجاري طيز الخياري اتفضلوا اكلوا ما قلناش مفضلة الكاميرا يدور يرد بجنوس كل الاخبار رجوع ده تمام والله 100 شغل ها على طول انا كنت شايفه هنا ولا ده اللي رجع هو ابعد ورن عليه بقى ماشي يا شحاتة شيل الواد بالكشك اللي كان مزعلك امبارح يا اخي ها نقول له شيل الكشك ده لسه ما جاش ما الحفاره هناك والواد قاعد اهو هو ايه هو الله طب استنى نفطر ونروح سوا
أو قاعد ومن جاعس أو امبارح ضربت مصطفى جهاد النيل يا عم بيه ايه النبي ضربته الله انضربوا عي يلا يبارك لك ويرضى عليك ان شاء الله ابو عمار امبارح قاعد ساعة العشر يقول انا كلمت يقول مصطفى شو انت وصلت نفسك لايه الناس كلها فرحانه ان انت انضربت وعياط ابو عمار بيقول اقسم بالله قعدت اقول له بص اللي قلت بيقول لي مش هيعرف يعملوا معايا حاجه ابو عمار قال له والله رديت عليه قلت له كلمه واحد قال لك اتعير ما بالك بالباقي بقى فايتك فين؟ عند الدخل والله ما عارف فين صلاح خد عن بالي امبارح صلاح خد ما عرفش حطها فين ولا ودها فين الراس ده مش ناويين يصلح الهزاز بتاعه؟ لا هو حلو كده؟ ما